من الموارد يا أعزائي، هذا المورد الذي أشير إليه بشكل واضح، وهو ما ورد في كتاب تأريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي المتوفى 463، الجزء الأول، الدكتور بشار عواد معروف، صفحة 442. أعزائي، يقول: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين ابن محمد بن رامين الاسترابادي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول، التفتوا جيدا أعزائي، يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر. الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا عرف بين المسلمين بأنه ماذا؟ باب الحوائج. لا لأنه هو يقضي الحاجة، لا لا، وإذا يقضي الحاجة فيقضيها بإذن الله، وإنما أحسنتم باب للتوسل إلى الله، باب للتضرع عنده إلى الله، باب لأن نسأل بجاهه الحق سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود أعزائي. هسه بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عن مكنون ما يعتقد بعبارات خاطئة، هذه لا يمكن أن نقول إذن أصل الفكرة باطلة وشركية وبدعية وخرافية ونحو ذلك. يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسل توسلت به. توسلت بماذا؟ بالقبر، بقبر موسى بن جعفر، أو فتوسلت بموسى بن جعفر، كلاهما، لأن الضمير يعود إلى أقرب المراجع، وأقرب المراجع ماذا؟ هو موسى، لا أقرب المراجع قبر. وإن كان أيضا نقول هم القبر هم ماذا، لأننا ذكرنا مرارا أن المكان إنما قيمته ماذا؟ بالمكين. أحسنت. فتوسلت به، التفتوا، إلا سهل الله تعالى. مسهل هو؟ لا 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 أبدا، ليس السؤال منه، وإنما السؤال ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولكن بجاه صاحب هذا القبر. إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. طبعا الآن ما أريد أدخل في بحث السند، ولكنه الدكتور بشار عواد لم يضعف، لا أريد أن أقول صحح أو حسن، ولكنه لم يقل أن السند ضعيف.